لا غربت الشمس اليوم ببالي كلمة لياقة، كله كان يقولون ما عندك لياقة ما عندك لياقة. احنا ان شاء الله يعني كلنا حيوية وكلنا نشاط، وهي اللياقة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يعني هو أبو اللياقة، جاهد ونشر دعوته وقهر أعدائه. سبحان الله على طار اللياقة، الحين كان حتى الوالد سيد هاشم بن أحمد روح الوزير نائب الشيخ الطريق رفع الصوفية، يعني آخر أيامه الشخصيات اللي هي اللياقة كان الوالد يقول الشعبية، كله يسوي بيده يقول الشخصيات يا ابني خالد الشعبيه خفت، يعني نساء ورجال مو بس بدوله الكويت الحبيبه بالعالم. يعني الحين انا من تجربتي حتى مع ازمه مجلس الامه من 2020 ل 23، والحين صارت هذه حرب تحرير ان شاء الله فلسطين وازمه غزه، ما في شخصيات شعبيه اللي هي يعني تتكلم. حتى انا يعني من تجربتي اسوي فيديوهات قصب، يعني عفوا اشتر اسحب الكلام منهم وطالع يعني بدون ذكر اسماء ومناصب، يعني كوزارة اعظم السمه وغيرهم، بعضهم يعني شخصيات مو سياسيين، يعني يا هم مدفوعين، انا الوم التيارات السياسيه ندفعتهم الى الحياه السياسيه او شيء، اغلبهم يعني ناس يعني ما نقال حتى بالتخصصات، بس يعني خايف على الكرسي وحذر ما يبي يتكلمون، كل كلمه يحسبها. كان الوالد يقول لي يا ابن خالد علامات السياسي منفتح، على طول تبي تقابله يقول لك يلا تفضل، ما عنده شيء ما عنده شيء، حتى لو عقبت الوالد وغيره يقول لو خسر بالانتخابات ما تهمه. شوف الحين اول لما جت ازمات هاي غزه وغيرها على ايام الوالد، وحتى بافغانستان يركضون يتكلمون ندوات ويروحون عند الشيخ جابر احمد الشيخ عبد الله والله يرحمه بدر عبد الله علم مطوع وغيرها، والجمعيات تتحرك. كانت شخصيات يعني سياسيه واقتصاديه، دكتور احمد الربعي، احمد الخطيب، بعد الوالد سيد يوسف الرفاعي، كان حتى محمد جاسم السداح الله شافيه السفير، كانوا حتى ايام اول السياسيه نوريه السداني، شو اسمها الملة كانت هي بعد، والقطامي الاستاذه، وايد شخصيات يعني نسائيه ورجاليه. كانت موضي الحمود الحين يعني صارت مديره جامعه الشداديه، جامعة سموها جامعة الشيخ صباح الأحمد يمكن، ويعني وايد شخصيات سياسية افتقدناها. يعني الحين أغلب السياسيين يعني ما يرضى يطلع الكلمة، حذر خاطي حاطي إنه ينجح أو لا، حتى في مشاركتهم هموم الأمة كان الوالد كله أبو يعقوب رفع يقول يا ابني خالد أنا شايل هم الأمة، يعني يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق ولو على نفسك. فيعني سبحان الله لياقتنا إن شاء الله تكون زينة، ونشوف ترجع الشخصيات الشعبية والاقتصادية اللي كانت موجودة. يعني وايد سامي منيس، عبد الله النيباري، كان حتى محمد اسماعيل الشطي الله يوفقه، حمود الرومي، كانوا وكان يعني شخصيات وايد تشارك وتبدي آرائها. عدنان سيد عبد الصمد الزاهد، سيد القلاف، وايد شخصيات كانت تشارك واختفت. فان شاء الله يعني نشوف ناس مثل ما يقولون لياقتهم قويه ويرعين. وعلى قولت اللي لا تنسون اللي كان يقول حقي عند الوالد يقول له انا وقح بالحق، هذا وقته عشان تتحرر فلسطين. وشكرا.